عنده بأجل مسمى ولتصبروا ولتحتسبوا. ثم أيها الأحبة، ثبت في الصحيحين للإمام مسلم وغيره وللإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت، مسلم يموت، ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فكيف بمن حضر وشيع جنازته 40؟ كنت دائما أقف عند حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: رب رجل أشعث أغبر ديت من ري، يعني رجل لا يؤبه به لا في مظهره ولا في ماله وجاهه ومكانته الاجتماعية، مدفوعا على الأبواب، لو طرق باب مسؤول أو باب غني يردونه لمظهره. قال: لو أقسم على الله لأبره، معنى لو كان يقول يا رب يقول لبيك عبدي. هذا الميت يعني قام على جنازته 40. ثم أن حضور هؤلاء الوجوه الكريمة وعلى رأسهم السلطات المحلية بالأخص والي الولاية جزاه الله عنا خيرا وشكر الله سعيه وكل المصالح وأجهزة الأمن والأسرة الرياضية داخلا وخارجا، يعني محل وطني كلها، هذا لدليل على أن هذا الشاب هو من عباد الله الصالحين، من أولياء الله. اطلعت على مناقبه في لحظة، في لحظات فقط، ووجدت أن مناقبه يعني شريفة. لماذا؟ أولا وقبل كل شيء للفضل لله سبحانه، فضل لله سبحانه، ثم الفضل للمدربين، فضل المدربين. التقيت مع المدربين، كل التقيت مع عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول، اللهم أكرم نزوله، اللهم وسع مدخله، اللهم أغسله بماء وثلج وبرد، اللهم يا رب اجعله عبرة ودرسا لشبابنا يقتدون به في إخلاصه في صلاحه في